نظمت مديرية الصحة بمحافظة دمياط قافلة طبية في قرية كفر العرب بمركز فرسكور ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وأوضح وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، مشيرا إلى تطعيم كبار السن بلقاحات فيروس كورونا. قرية كفر العرب مش أول مرة نجيها، وبناء عليه بدأنا نعد ليها من فترة، بداية من الإعداد الهارد اللي هو تجهيز العيادات وتجهيز المستلزمات وتجهيز الأدوية، والإعداد اللي هو السوفت اللي هو عبارة عن إن احنا بنجيب الداتا المتوفرة عندنا بمركز المعلومات من القافلة اللي فاتت، بنحدد الاحتياجات الصحية للمنطقة سواء كان اللي هو العيادات المطلوبة بكثافة والتخصصات اللي احنا محتاجينها، لكن كمان التحاليل والأدوية اللي بتغطي التخصصات دي. النهاردة احنا موجودين في قرية كف العرب مركز فرسكور محافظة دمياط، معانا في القافلة 12 عيادة تخصصية زائد عيادة تنظيم الأسرة. القوافل الطبية بتوصل بالخدمة الطبية لأماكن تواجد المواطنين في القرى الأكثر احتياجا للخدمة الصحية. فاحنا تواجدنا النهارده في قرية كف العرب بنخدم المواطنين بجهاز أشعة إكس راي متنقل للعلاج للكشف على الصدر والعظام، ومعانا كمان جهاز معمل تحليل متكامل فيه أكثر من 40 تحليل بيخدم التخصصات الموجودة في القافلة، معانا كمان صيدلية متكاملة فيها اغلب انواع الادويه اللي بيحتاجها الاطباء اللي موجودين في العيادات. احنا عندنا المعمل فيه 40 تحليل معملي، وظائف كبد، وظائف كلى، دهون، فيروسات كبديه، في جرثومه معده، وده وجرثومه المعده من التحاليل الاكثر اللي بتفيدنا على نعرف نسبه انتشارها خصوصا في المناطق الارياف اللي احنا بنروحها. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره الكريمه القافله الطبيه، مبادرة كويسة موجود فيها جميع التخصصات والعلاج وكل حاجة، والتنظيم كويس وناس بتسهل على الناس كلها علاج وكل حاجة موجودة، ويا ريت تتكرر كده على طول.